بالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل والمجتمع المحلي، أطلق فرع مؤسسة الشهيد بدير الزور حملة لتوزيع قسائم مازوت تدفئة لذوي الشهداء والجرحى. هذه المبادرة الخيرة والطيبة من أبناء المجتمع المحلي في محافظة دير الزور بدعم من الخيرين في هذه المحافظة، هناك توزيع لأسر الشهداء قسائم من أجل تعبئة المحروقات والتدفئة في هذا الفصل، فنتمنى أن تعمم هذه المبادرة الطيبة على كافة الجمعيات الخيرية في محافظة دير الزور. راح تكون حملة ل 500 شخص على 4 مراحل إن شاء الله، وراح نكون واقفين كل شهر إن شاء الله بحملة جديدة. هاي الناس اللي دافعت عن وطنها وأرضها وعرضها. أطلقنا حملة ضمن خطة عملنا التي تتضمن 500 قسيمة مازوت طبعا لذوي الشهداء على مراحل. أول مرحلة هي شهداء المدينة، ثاني مرحلة تتضمن الريف الغربي، ريف الميادين، البوكمال. المبادرة التي تستهدف 500 عائلة تأتي في إطار دعم ذوي الشهداء والجرحى، وتكريسا لشعار المؤسسة خدمة الشهيد في أهله. إبراهيم الظلي، الإخبارية السورية، دير الزور.